تواصل عبر مختلف أنحاء البلاد دعوات السلطات للسكان بالمكوث في بيوتهم مؤكدين أنهم في خدمتهم دائما. حافظوا على أبنائكم راعوا أبنائكم أيها الآباء أيتها الأمهات إنهم فلذات أكبادكم. كنشكر الساكنه ديال سبيطه، كنشكرها بزاف على الالتزام ديالكم في البيوت ديالكم. ايها المواطنات، نحن في خدمتكم من سلطة وأمن وجميع المصالح الأمنية في خدمتكم 24 ساعة على 24 ساعة شريطة أن تبقوا في بيوتكم. الوثيقة ماشي هي باش الدور، هذيك الوثيقة الخروج استثنائي. ماذا الأخ الأخت ديالو رحنا مغاربة ومغاربة حرار ومغاربة وقت الحزة تلقاو ما بقاوش العيالة تتجمعوا في السوق، راهم تتجمعوا ما حد تتجمعوا، ما حد الخطر تيطلع. الله يجازيكم بخير، ما غاديش نطول عليكم، حنا في خدمة نتاعكم، حنا نزلنا التيران باش نتوما تكونوا بصحتكم.